مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من رحبة الاغنام والخرفان بمدينة زقان، احد اشهر الاسواق الاسبوعية لبيع المواشي في ظل موجة الجفاف. الاتمنة اصبحت مشتعلة والاتمنة اصبحت مرتفعة، وثمن الخروف يتراوح بين 1500 درهم الى حدود 3000 درهم، 2500 درهم، يعني هذه هي الاثمنه اللي كيتراوح بينها. يعني كما كتشوفوا معنا فغادي نحاولوا نقربكم يعني من الاثمنه بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا على المباشر، يعني مجموعه من الخرفان يعني متوفره هنا، يعني الناس يعني غادي نحاولوا انهم يقربونا من الاثمنه. سي مختار بخير السي رئيس لاباس. السلام عليكم. نعم اخو. قربنا من السوق اليوم، يعني كي داير السوق؟ السوق اخويا القضية عيانة اليوم شوية، مشورة القضية شوية بزاف. نعم؟ الثمن كي داير؟ ولا الثمنة واقفة في كل شيء اليوم اصحيبي. قضية واقفة على السمينة ولا الكسابية بجوج. اوكي بدا خروف من 30 اصحيبي، 30 حتى ل 50، ولكن البيع ما كاينش على السومة، على السومة ما كاينش البيع. السبب العلف غالي، والانسان الله يحسن العوار راه كان كيترزق الله من عجيلات وعجيلات حبس داكشي كلشي. دابا اليوم السوق هاد الهضرة دهشت السوق بزاف، كاع حابسين لنا العجله وحابسوا الخروف، قال لك حتى هي ما تذبح. الراجل كاين اللي عنده 10 الناس، كاين اللي عنده 10 النعاج تيبيع، عوالدي اللي 5 الخرفان و5 الخروفات تيبيع 5 الخروفات يوكلهم 5 الخرفان. الناس وقفوا كل شيء دابا، الراجل باش يسوق كل شيء السوق دابا خروفات وخرفان. نعم؟ لا ما بعنا والو اخويا، جنا 32 خروف باقيه قدامنا كتشوف فيها. علاش السبب السوق؟ الناس ما كاينش الدعم وما كايناش الماكله للبهيم، الماكله تزادت كلشي تزاد، داكشي اش غادير الناس البهيم دير بها؟ والحراره كاينه تبارك الله كيف دير؟ الله يجيب شي رحمه ديال الماء وصافي. والله اعلم اخويا داكشي ملك الله سبحانه تبارك وتعالى، الجفاف وزادوا جفاف اخرين هذه الوزاره وقفتها وصافي. حبسوا العجله، حبسوا الخروفه، حبسوا هذا السوق دهشر صافي. دابا اللي عنده الامكانيات يبيع ويشتري، ما عندوش الامكانيات راه قاعد في الدار عنده. يعني الله اعلم اخويا، ما نقدرش نقول لك داك الشيء. يعني وهذا الثمن ديالو شحال؟ هذا الثمن دروك عطينا فيه 37 اخويا. هذا 37. 37 هذا 37. وراه باقي خاصني 3000 مازال على فلوسي باش شاري. انا شاري ب 40، عطيني فيه 37. الوقت مشور اخويا. يعني كاين الركوب. الرجوع الوقت عيانة مشورة. الله يجيب الله يجيب شي رحمة ديال الماء. الرجوع الله المختار. هكا اخويا هكا نجيك جدا جدا. نعم 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 السوق سيدي رخيص، مبغوا البين مبغوا رخيصة، باقي حابسين لنا العجلة. العجلة ما كتدخلش؟ لا لا العجلة محبوسة ما كتذبحش. وعندنا العجلة كثيرة وما ذبحتش، أخليها هنا. والله أعلم. شحال السي الناجم؟ ما تولد. هو اللي عندنا مكتوب. السي الناجم راه شحال؟ 100 100 100 100. الثمينة كي دايرة؟ الثمينة أخويا رخيصة. 400 كي دايرة؟ 100 100 100. نعم؟ يعني أرخص حاجة حتى الأغلى حاجة شحال تقريبا الثمينة؟ عيسى الثمينة غالي غالي العلف. عيسى عنده العجلة. ها العجلة اللي عنده. صافي أنت. العجلة. مختارش انا ندير الخروف. قلت الكوري. الكوري غادي يجي، غادي يجي عندنا الكوري. جي وريك الكوري. جي عندنا الكوري. جي وريك العجله وريك وريك العجله والخروفه. وريك الذكره والذكر. هذا عاد 400 هذا الناجم. هذا السير مختار. هذا السير الله يسهل. السلام عليكم. كي داير السوق اخويا؟ ما مقاد السوق طالع شويه، كاين الثمن، كاين الثمن، كاينه 40، كاينه 44، كاينه 36. كاين 34 ما مقاداش، كاين حتى 70. وهاد الناس راه كيعانيو، ما كاين العلف اللي غالي، السوق واقف، الشاري ما كاين. واش ما كاينش البيع؟ ايوا على حسب العلف غالي. الناس راه الله يحسن الوان ما كهروش من هنا كاع. شوف دابا العيد الثمن اش غيكون؟
شوف دابا الثمن كاين ولاني نسل الزر ما كاينش الشاري ما كاين والو 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 غير هادشي اللي عطا الله السوق هو هذاك انت كتشوف ها هما كاين هذا جا كاع باين ما باع والو من الصباح المليح كاين تقريبا الاثمنه مناش كتبدل يعني تقريبا الاثمنه مناش كتبدل الاثمنه حسب كل واحد الحال يعني ارخص حاجه تقريبا واغلى حاجه يعني هي 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 دابا على حسب كل من راه من قلت لك من 30 لفوق يعني من 30 اه هي هو هذا 100 اعطينا فيه 42 اهو يعني هذا هذا شحال هو الثنيه هذا 42 اللي عاطين ليش ما كنقولوا فيه 46 لا جاب الله هذه ما عطاش لينا السوق ما عطيناش لينا السوق كتشوف كل شيء لعينك العجله قال لك حبسوها البقره ما تبيع ايوا هادشي دابا راه وقف كل شيء الله يحسن العواد الله يجيب شي رحمه ديال الشتاء ها واش شي داروا خاطر هادشي خاطر هادشي كل شيء دابا راه ليلى ورا دابا القضيه وقفت صافي القضيه وقفت لا اله الا الله الله يجيب شي رحمه ديال الشتاء هذا ها كاسي بسم الله عمي حسن تزيد هذا الله يهدر يا اخوان الكرام متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا معنا بطبيعه الحال يعني هذه احوال السوق هنا برحبه انزكان كما كتشوفوا يعني الخرفان موجوده تبارك الله والسلعه كاينه لكن البيع يعني كاين واحد الركود كبير من طرف يعني البيع والشرايا كما كتشوفوا معنا حسب اللسان ديال العديد من الناس بطبيعه الحال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيدي راك انت شار السوق. السوق انا غير شلح انا غنهضر غير بالشلحه. السوق امر دي والدين يرمي السوق يشور. يكسبيني وين اللي بهاي من سنين وين الشغل نسوايين السوق يرمي ولا الزنزان بنوالو ولا الا الجفاف ولا العالفه ضروري اللي اتي ديال ربي هذا غادي يرحم سيدي ربي تبارك وتعالى اي تفسير بالغضبات رحمت لا تمين الثمن الا اي سوق اي سوق اي سوق الناس تفيدي لا كيس الثمن هذه التاويت غير الثمن تاش كيتزكان راك كان دو الثمن المهم العالف العالف اغلى العالف كوني ارن طلب غلا كران الدعم هذا غدعامنا الدعامني كساب نسيمي كيك ندعم واش كنا ليغا هذا كطايا ديال نيها ها العجله هذه احسن ترسل تيغراس تافو ناس غد نتات الرسول تيغراس كل شيء لون تاتي احسن الرسول تيغراس هو ما غران له غير ما غران سكار حسن انت على حساب تزيد ند البهيمه داروا ند البهيم انت هادي خفونا الديوغن كي غيحا خانخ منال والله بلا ست هادي خفونا كي غادي القان كي تات 4000 في الاخ والله بلا 4000 كيس نتفلق سولرز ما خصيش نسل الكريدي المهم اي جبر ربي الوقت هذا غادي يرحم ربي اي تفسير ربي الغدا بصر الحمد هذا غوري خيب ربي تبارك وتعالى عشرين شوف لا 20 30 40 حتى ال 50 هذا تمد كل شيء هاي زمان غلا هو تكفانا 45 فانا 46 واني ما تمسوري لا لا كم بنا اللي سقسام بنا افتن البيع توري اللي اتي ديال سيدي ربي نكاش لحد يا غنكيتاش لحد اسرى الجمع اللي بغى اللي بغى يهضر بالعربيه مرحبا ها الميكروفون حدا حدا والسلام عليكم ورحمه الله انتم اخواني الكرام متابعي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا بطبيعه الحال اخواني الكرام متابعينا الى هنا ننتهي من هذا البث المباشر وعلى امل ان نلتقي بكم في بث اخر الى الملتقى. الله يبارك لك الله يبارك حسن.